شو وقتها؟ يعني أيضا راح أنطيك رأي فقهي قانوني، أن من يكلف، يعني من يتمكن بمكنة التكليف اللي هو رئيس الجمهورية عند القدرة على أن يسحب هذا التكليف، يعني أنا كلفت ولكن أنا راح أسحب التكليف، هذا واحد. زين. اثنين، قد يكون أنه شيء يبقى متمتع بكل المدة شهر مالته إلى آخر يوم، ربما إلى آخر ساعة ممكن أن يمنح الثقة من قبل مجلس النواب إن لم يطرأ شيء على المرسوم الجمهوري الصادر بالتكليف اللي رقمه 11/16/2020. يعني هو الآن الرجل الشرعي المكلف دستوريا وقانونيا وشرعيا هو الأخ عدنان الزرفي. زي. ما طارئ شيء عليه لحد الآن، ولكن القوى السياسية، هسه نروح إلى السياسة، قاعد تشتغل على استكمال وضعية البديل، والبديل هو أصلا كان مرشح وياه، وأعتقد على الأغلب هو الأخ مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي ما قبل يترشح، قال إذا ما أخذ أغلبية شيعية تآزرني وتعاونني في مجلس النواب أنا ما أقدر أخذ حق التكليف لرئاسة مجلس الوزراء.